الوضعيه شنقول لك، الوضعيه ماشي بحال السنين الماضيه، الوضعيه مختلفه بزاف، واحد 100% باش مختلفه، لانه كتبقى ايام معدوده للعيد الاضحى، مناسبه عيد الاضحى معروفه كيكونوا لي كليون بكثره، هاد الايام ما كاينينش الكليان، هاد الايام وبالنسبه للمواطن القدره الشرائيه ما بقاتش عند الانسان كما كانت، دابا المدخول ما كاينش، كل الاسعار كلشي زايد، هذا هو المشكل ديالو، الاثمنه زايده مقارنه مع السنين الماضيه، زايده 30 درهم 20 درهم في البياسه، في البياسه هذا هو المشكل اللي كاين، والمواطن اللي كان كيتقدى عندك 5 بياسات 4 بياسات كيجي كيتقدى وحده وكيتشكى عليك، كيقول لك اودي راه ما كاينش المدخول، وفعلا يعني كيمشي على السوبر مارشي 100 درهم ما كتجيب ليه والو، لانه عنده الاجر اليومي ديال 100 درهم واش غادي يخلص بها الكراء الماء الضو اللي عنده 3 وليدات، كيفاش غيعيش هذا المواطن هذا؟ اما راه دابا الطبقه المتوسطه ومقهورين، ما بالك الطبقه الضعيفه، واش فهمتيني؟ الله المستعان وصافي، هاد الناس خصهم يديروا لهاد الناس شي حل، لانه هادشي راه بزاف، المواطن تقهر، البوفري تقهر، ما بقاش عنده باش يعيش، راه صراحه البوفري راه برافو ليه، يعني هاد الشعب المغربي راه برافو ليه، لانه صابر لهاد القهر وصابر لهاد المعاناه هادي، راه كاينين الناس ما عندهمش ما ياكلوا، هما ناس بزاف دابا عيد الاضحى ما عندهمش الاضحيه، كيجي عندك هنا الكليان كيقول لك اودي والله ما عندي باش نشري الضحيه، نقص لي درهم، ديك درهم ولا بنادم كيتشطر عليها، كان بنادم 10 درهم 20 درهم عنده عاديه، دابا درهم كيتشطر عليها، لانه عنده 3 وليدات بيكسيهم 1000 درهم ما غتقدوش، 1200 درهم ما غتقدوش، والاجر الشهري عنده ما وصلش 1500 درهم، كيفاش غيدير ليها ولعيد الاضحى و طيب يلا محمد رسول الله وصافي والله، لانه هذا لله، حتى حنا راه وقفنا، حنا التجار وقفنا، راه التجار الكبار وقفوا، ما بالك التجار المتوسطين، كيفاش غادي دير انت عندك الكراء، عندك الضريبه، عندك الكراء المحل الضو، عندك 3 كليان 4 في النهار، شنو غتصور معاهم؟ هاد بوفري شنو انت غتدي معاه باش تصور؟ فهمتيني كيفاش انت غادي تخلص هاد الكرا ديالك وهاد راه لا يلاه شي صابر شي البوفري عايش مع البوفري الدرويش عايش مع البوفري هذا ما كان درويش عايش مع الدرويش واش غنقول لك اخويا هاد الازمه ديال هاد العام ما عمرني شتها انا راه من 96 وانا في هاد السوق هادي ولكن هاد العام هذا الشيء اللي شت ما عمرني شتو والناس مساكن مقهورين والغلا والفلوس الناس راه ما خدامينش كاين دابا نيت دابا اللي ما شراش حتى الضحيه الى حدي الان دابا راه كاين ناس انا تنعرفهم والله ما شارين الضحيه وكاش غدير هادشي راه من عند الله الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي ديو طي الدهور حنا هاد اللي موالفين حنا راه هاد الوقيته في العمر كاع ما تلقى فين تحك طراسك البيبان كاع ما تلقى فين تدخل ولكن هادشي راه من الغلا الناس مسكين مساكن ما عندهمش باش يشريو كاين اللي باغي يتقضى ولكن راه ما عندوش باش يشري انا راه طالع تقريبا شنقول لك نص بنص كان حاجه حنا اللي كنجيبوها ب 100 درهم دابا واصله 16 فرنك حتى 17 فرنك دي شورت اللي كنا كنجيبو حنا ب 1000 ريال 45 درهم واصله 70 درهم 65 درهم تتقول لبنادم واحد الثمن دابا راه ما تيتقبلهاش وشكون اللي كيتقدى دابا شي واحد اللي ما عندوش المسؤوليه اما ناس مسكين اللي عنده الوليدات 3 الوليدات 4 الوليدات ما منحنتو للضحيه ما حنتو للكره ما حنتو للضو ما حنتو للماء وتنتمناو فيهم يشوفوا في الشعب اللي مقهور اللي الطبقه الكادحه من الناس هاد اللي راه لاباس عليهم اللي موظفين وكذا اللي كيشدوا الصالير كبير راه ما كيتسوقوش في سوق ثلاث كيمشيو على المكازات الكبار مارجان ما زارا والمسائل حنا كنعانيو حنا كنعانيو ماشي تقريبا من كورونا لهاد الجهه المعاناة بعد خاطر كاع كيقطعوا لينا الضو البارح عند صحاب الجمله قطعوا عليهم الضو من الصباح حتى العشيه هما كيخدموا نهار الجمعه قطعوا عليهم الضو حنا راه قطعوا لينا الضو البارح ولو البارح حتى انت قلت حتى العصر تيقطعوا عليك الضو تيقول لك فاش كيعمر السوق والله يهدي ما خلقها ودا العيبه بقات ليه حتى 3 ايام ولا 4 ايام انت كتشوف كلشي تشوف السوق راه خاوي والله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي الله يشوف من حالنا وصافي والله يشوف من حال الشعب